كان زار النادي الاهلي هو المهندس محمد عادل، يعني قبل الاجتماعات المهمه كانت في اتحاد الكره. ودي دايما العلاقه اللي بتجمع النادي الاهلي والنادي المقاولين العرب على مدار التاريخ، علاقه دايما محترمه ما بين المسؤولين. طاهر، عايز اسمع رايك برضو في كلام المهندس محمد عادل. لا طبعا، يعني كلام جميل، وبشكر طبعا باشمهندس محمد عادل تاني على كل الحاجات اللي هو عملها لي، والفتره الاخيره انه وقف جنبي وسمع لرغبتي، فيعني بشكره جدا وبقول له يعني ان انا ابن حضرتك والمقاولين ده بيتي وهيفضل طول عمره بيتي، وانا يعني تحت امره في اي وقت يعني. طيب عايزين نرجع بقى لامير توفيق تاني. وامير يعني بدا المفاوضات معاك وكان بيتكلم معاك عن النادي الاهلي وانك تنضم للنادي الاهلي، كان طاهر محمد طاهر ليه شروط؟ لا خالص، يعني انا كلاعب ما كانش ليا اي شروط، يعني انا كان كل حاجه رميها على النادي المقاولين، هم لو عايزين يتكلموا في حاجات ليها علاقه بالعقد، ليها علاقه فيما بعد، دي انا ما ليش اي تفاصيل فيها. انا قلت له انا رغبتي موجوده وانا معاك وانا مع هنضم للنادي الاهلي وبس، وقفلت على كده. بس اي حاجه بقى ليها تفاصيل صغيره كده دي قلت له يعني مش تبعي، يعني مش ما تعبتش امير توفيق يعني؟ لا ما تعبتوش الصراحه، هو ممكن حتى يبقى يقول لك يعني. لما كنت بتسمع وكان